مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ادراك لدراسات باسل حفار. اهلا بكم استاذ باسل. بدايه، قصف جديد على مناطق خفض التصعيد يوقع 7 قتلى من المدنيين، كيف تقرا اصرار النظام على خرق اتفاق سوتشي واستانا رغم تعهدات الضامن الروسي؟ مرحبا بكم، تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقه يعني طوال الماضي اصبح هذا الامر ان النظام ليس معنيا بتنفيذ اي اتفاق او الالتزام به، وكذلك من خلفه الروس وحلفائه الايرانيين، وانما هو يحاول ان يجاري او يماطل التحركات الدوليه قدر الامكان، موقعا اكبر الخسائر في الميدان السوري، تاره من خلال قصف مباشر، وتاره من خلال استخدام الاسلحه المحرمه، وتاره من خلال اختراقات المفرقه هنا وهناك. لكن المشهد العام يشير الى ان النظام لم ولن يعني يلتزم فعليا بالتزام باتفاق وقف اطلاق نار او اتفاق هدنه او اتفاق صالحه او غيرها من الاتفاقات التي يشارك فيها او يدعى لها من الوقت الاخر. استاذ باسل، المعارضه تكبد النظام وحلفائه خسائر ماديه في الوقت وفي الارواح كذلك. برأيك هل يمكن أن يحسم القصف معارك الأرض؟ هل المعارضة؟ القوات المعارضة تواجه النظام وتكبده خسائر مادية وكذلك بشرية، هل تعتقد أن أسلوب استخدام القصف في إنهاء هذه المعارك سيكون حاسما؟ هناك بعض النقاط التي يمكن أن يتحدث فيها تقدم للنظام أو للقوات الحليفة للنظام في روسيا نتيجة القصف، كونها مناطق ذات يعني جغرافيا معينه تسمح بتقدم او تراجع نتيجه القصف او نتيجه فراغ اهلها، لكن هناك اغلب المناطق في المتبقيه في ادلب بالذات هي مناطق يعني اولا عاليه الكثافه بالسكان، ثانيا القصف ثاني يغير يعني واقع وجود القوى المتمركزه فيها، لان اهلها او القوى السكانيه الموجوده فيها والفصائل غيرها المتمركزه فيها بشكل لا يمكن القصف ان يحيدهم عنه. ليس مثل بعض المناطق المفتوحه مثل ما حصل في معركه النعمان مثلا او بعض القرى المجاوره لها او في مناطق الحمايه، لذلك جغرافيا خاصه المنطقه تحكم كثيرا هذا الوضع. طيب، الامم المتحده من جهتها اعربت عن قلقها بشان القصف المتواصل على المدنيين في مناطق خفض التصعيد، ما الذي يمنع الدول الكبرى بمجلس الامن ان تتدخل لوقف هذه المجازر؟ هي في الحقيقه لا شيء يمنع بقدر ما ان هناك مجموعه من التوازنات والمصالح التي ترتبط بها المنظومه الدوليه بشكل عام، وفي حال السورية بشكل خاص نتيجه تراكمات السنوات يعني السابقه او تقرب 9 سنوات الان، وبالتالي فان اي تحرك دولي من اي طرف هو يعني لا يقاس للاسف بمفهوم او بميزان او بمعيار الحاجه والتدخل الانساني ومعايير العدل وغيرها من المعايير الاساسيه، وانما معيار التوازنات والتقاربات والمصالح، وبالتالي تحجب كثير من هذه الدول عن اتخاذ اجراءات فعليه نتيجه تضارب مصالح معينه او اختلال توازن مصالح معين هي لا تريد ان في سؤال الأخير لكم أستاذ باسل، في ظل هذه الانتهاكات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون قال إنه يضع اللمسات الأخيرة في تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري، إلى أي مدى ترى أنه يمكن إنجاز دستور تحت هذا القصف؟ هو يعني من ناحية إنجاز دستور هم بالأساس أصلا حتى وضعوا مجموعة من المسودات أو أكثر من مقترح إنجاز الدستور، لكن غير بيدرسون نفسه والولايات المتحدة سابقا في شهر 6 وفي 7 وفي جلسات رسميه لمجلس الامن قالوا ان تشكيل اللجنه الدستوريه او انجاز دستور في سوريا ليس خطوه يعول عليها كثيرا في انجاز حل في سوريا، لا بل ان الولايات المتحده دعت الى التخلي عن هذه الخطوه بالكامل في جلسه رسميه لمجلس الامن. لانهم ادركوا أن المشكله في سوريا او انهم على الاقل اقروا الان ان المشكله في سوريا ليست مشكله دساتير، هي مشكله نظام لا يلتزم لا بدساتير ولا باتفاقات ولا بقوانين، وهو يتجاوز كل هذه الاعراف وكل هذه القوانين وكل هذه الالتزامات، هو ما يريد ان يفعله وما يريد ان يطبقه في داخل هذه المنطقه. رئيس مركز ادراك للدراسات السيد باسل حفار كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.